مدريد اليوم شيماء تنطلق المباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، لو تزودينا بالتفاصيل من عندك. مساك الله بالخير عهد، مسي عليك وعلى جميع مشاهدين برنامج ديرتنا. طبعا اليوم احنا متواجدين في استاد البيت، هذا المكان اللي راح تقام فيه حفل الافتتاح. طبعا فكرة حفل الافتتاح ان نعرف العالم والناس على ثقافة قطر، على ثقافة الدول الخليجية والعربية، وهذا شيء جدا ممتاز وكويس. ويعني احنا سعيدين ان هذه النسخة تقام هنا في دولة خليجية ودولة عربية ايضا، عشان نعكس ثقافتنا لهم وننقلها لهم ايضا. طبعا اليوم يتواجه منتخب قطر مع الاكوادور، نتمنى التوفيق طبعا لمنتخب قطر، ونتمنى لكل الدول يعني المشاركه انها تتوفق ان شاء الله في جميع المواجهات. طبعا حماس كبير، احنا متواجدين هنا من ممكن الساعه 12 الظهر، الناس تتوافد هنا من زمان، الناس متحمسه، عايشه الجو، المشجعين من كل مكان من كل الدول موجودين، يعني مو بس من الاكوادور وقطر، كل مكان، خليجيين، عربيين، اجانب، من كل مكان الكل موجود هنا عشان يدعم الفريق او المنتخب اللي يحبه. عفوا، عوده لكم مره اخرى. شكرا لكم زملائي شيماء العيد ومحمد السحيباني، تواجدوا في قطر وتحديدا من البيت السعودي، يعطيكم ألف عافية. ومشاهدين أكيد بنواصل تغطيات نهائيات كأس العالم معاكم على مدار الساعات القادمة والأيام القادمة كذلك.